العربية راحت منها في غمضة عين، مش هتصدق ايه اللي حصل مع المطربة احلام الشمس في الامارات، وازاي خسرت عربية سعرها تخطى $1,000,000 وطلعت تستغيث بالسلطات في دبي. تعالوا نعرف ايه الحكاية من اولها، وهل فعلا العربية اللي اتنشر صورتها هي دي نفس العربية بتاعت المطربة احلام الشمس ولا دي واحدة غيرها؟ في الساعات اللي فاتت تداول رواد السوشيال ميديا صورة لعربية غرقانة ومش باين منها اي حاجة نهائي، وقال رواد السوشيال ميديا ان العربية دي عربية المطربة أحلام. ورغم التساؤلات الكتير دي، أحلام الشمس لنفت الكلام ولا أكدته، هي بس في نفس الوقت ده نشرت رسالة شكر على حسابها لوزارة الداخلية وقالت فيها: شكرا رجال الطوارئ، شكرا رجال وزارة الداخلية وشرطة دبي، شكرا رجال الدفاع المدني في كل الإمارات، شكرا لجميع بلديات الدولة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، شكرا للهيئة الاتحادية للكهرباء وشكرا لهيئة ومياه دبي، شكرا لمطاردي الأمطار من مركز العاصفة، وشكرا لكل شخص ترك بيته وأسرته وبقى على رأس عمله لتخفيف آثار المنخفض الجوي على الدولة. ومن هنا ربط المتابعين ان فعلا الصور اللي اتنشرت للعربية دي حقيقية، وأحلام نزلت الشكر ده بعد ما تم إنقاذ العربية من السيول اللي تعرضت لها الإمارات في اليومين اللي فاتوا، وسأل الجمهور عن عربية أحلام ومواصفاتها وهل هي فعلا سعرها تخطى حاجز $1,000,000 ولا دي إشاعات على السوشيال ميديا. بص يا سيدي، العربية من ماركة رولز رويس جوست، والنوعية دي بالذات أسعارها بتبدأ من $400,000، وسعرها الضخم ده بسبب مواصفاتها الخيالية اللي مش موجودة في أي عربية تانية، زي مثلا إنها مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ، يعني تغيب بدل السنمية وما تصديش، والأنوار اللي موجودة فيها واللمبات مستوحية من مظهر العين البشرية، وجسم العربية نفسه مصنوع من الألومنيوم اللي بيرفع كفاءة عزل الصوت والحرارة والمطر، وده يعتبر جزء بسيط جدا من المواصفات الموجودة فيها. ومعروف عن أحلام الشمس إنها بتحب تشتري أي حاجة غالية موجودة في العالم، عربيات تلاقي، طيارات خاصة موجودة برضو، ده غير مجوهراتها اللي سعرها تخطى ملايين الدولارات، لدرجة إن أحلام نفسها طلعت في لقاء وقالت إنها تقدر تشتري ميسي بذات نفسه. يعني خسارة عربية عندها مش أزمة قوي زي ما الجمهور ما متصور. ولو حضرتك مش فاهم لسه اللي حصل لعربية أحلام وليه الدنيا مقلوبة كده، فحب أقولك من يومين كده اتعرضت دولة الإمارات وعمان لتقلبات جوية نتج عنها سيول وأمطار شديدة جدا، لدرجة إننا شفنا قصور ومولات كبيرة كلها تعرضت للانهيار، ده غير طبعا الخسائر البشرية، ومش هقولك على العربيات. يعني تبقى ماشي في الشارع كده وشايف إن المية أعلى من العربيات، ده ممكن ما تشوفهاش حتى. وعلى حظ الفنانة أحلام الشمسي، عربيتها كانت من ضمن العربيات اللي غرقت في السيول الجامدة دي، وعلشان كده أحلام الشمسي استغاثت بوزارة الداخلية وفعلا طلعوا العربية بتاعتها من المية وأنقذوها. وغير أحلام انتشر فيديوهات عن السيول دي، وشفنا بلوجرز وفنانين كانوا بيستغيثوا علشان حد ينقذهم، وخصوصا إن السيول دي ما حصلتش من أكتر من 70 سنة وما كانش حد مستعد ليها خالص. وفي النهاية طبعا بنتمنى لإخواتنا في الإمارات السلامة، وإن أزمة السيول دي تعدي على خير.